السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مباريات بين باريس سان جيرمان والهند. لباس فريق الهند بيكون أزرق ولباس فريق باريس سان جيرمان أبيض. أوكي، وطبعا سوف يكون لون الكرة أزرق وأبيض. والآن سوف تبدأ المباريات. الشوط الأول سوف تكون الكرة مع ليونيل ميسي. طبعا بالشوط الثاني بشير سوف يكون حارس مرمى، والان هو ليس حارس لاعب. المدرب يقول انه سوف يتغير الحارس. الحارس يلا الان. طبعا بدات المباراه، واقول لكم من اللاعبين اللي انضافوا لفريق باريس. صحيح كثير اللاعبون القدماء لم يلعبوا، سوف يلعبون بالشوط الثاني. اوكي، تمريره مع لاعب من فريق باريس، من فريق الهند. اوكي، يحاول نيمار وكريس مارك ان ياخذ الكره قبل ان يسجل لاعب. كان هدف، احسنت يا ام. تخرج الكرة، كان هذا تخرج الكرة. سوف يتبدل لاعب من فريق باريس سان جيرمان، سوف يكون نايك الحارس. سوف نريكم. اوكي، مع كلياني امبابي الكرة، احسنت يا كلياني. يعطيه الى تميم خالد. ايوه احسنت يا كريستيانو رونالدو، مع كريستيانو رونالدو الى بشير منصور. الان مع لاعب من حمد خالد وكريس مارك، يحاول ان ياخذ الكره. ايضا نيمار جيرمان، الان تكون الكره مع بندر، ويعطيه الى بشير منصور. اوكي، وعد فرصه بشير منصور، كان يمكن ان يسجل هدف من بعيد. الآن كيليان مبابي حاول أن يأخذ الكرة، وأخذها، استطاع أن يأخذها، لكن مجددا مع لاعب من فريق الهدوء. هدف. لا، يقول الحكم أنه هناك تسلل. يقول انتظروا، يقول توقيف المباراة لنشوف هو تسلل أم لا، يعني لننتظر قليلا. ليس تسلل، انه هدف لفريق الهند. انه هدف، يقول الحكم انه هدف. ليس هناك اي تسلل، ليس هناك، كان هناك تسلل. انه جميل يا سيدي، بل ثلاث دقائق لفريق، يعني اضافه ثلاث دقائق ولتسجيل المباراه بسرعة. والآن سوف يكون تبديل حارس فريق باريس بدل لاعب بشير. اوكي، وطبعا اصدقائي سوف يتبدلون اللعب. والآن سوف يبدأ الشوط الثاني، ولتبدلون نيمار خرج من المباراة بالشوط الثاني، وهذا كريس مارك. والباقيون بقوا، مثلا نايك الآن صار لاعب بشير حارس. قال المدرب بالشوط الأول أنه وقت قمت المباراة سوف يكون هذا. الآن مع نايك الكرة، ويعطيها إلى ليونيل ميسي، ومن ليونيل ميسي لكريستيانو رونالدو. هيا يا كريستيانو رونالدو، خلها تعادل. لا 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 لا، كان هدف. أين الهدف؟ كان هدف. أقوى فريق اليوم هو فريق الهند، والتمريرات الناجحة هي من فريق الهند. تمريرات ناجحة وتسجيل الأهداف. أين أنت يا فريق باريس عندما هجمت اليابان بركلات الترجيح؟ أين ضعت؟ لا يبدلوا إن
يمكن أن يبدلوا إن بالشوط الثاني بآخر 3 دقائق يبدلونه إذا هناك إضافات. هناك ضرر يبدلون إن من يمكن أن يفوز؟ هل فريق أم فريق الهند؟ أيوة أحسنت. ولم عليك الكرة ولم على ليونيل ميسي الكرة ويعطيها للاعب من فريق الهند، كان بيعطيها إلى نايك لكنها لم تكن. والآن إلي يحاول أن يأخذ الكرة ولا لاعب من فريق الهند يعطيها إلى زميله. لا 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 كان هذا فقط أشغل بالكرة وحارس الباريس هو بشير منصور. حيد لا لا أيوة الآن لا 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 هدف لفريق الهند وصف لفريق باريس. إضافة 5 4 دقائق إضافة 4 دقائق إضافة 4 دقائق. سوف نعيد اللقطة الآن، إعادة اللقطة. انظروا انظروا بآخر يسجل الأهداف فيقرر المدرب أن يبدل إن ويقول أنه سوف يبدل إن بآخر اللحظات. لا يمكن أن يسجل هدف واحد مثلا بآخر اللحظات يكون واحد وعلى لو حتى يسجلون هدف واحد. ضاعت عليك يا فريق عريض، ضاعت عليك يا فريق عريض. والآن مباراة بفوز فريق بفوز فريق الهند لان مقابل خسارة فريق باريس. والى اللقاء يا أصدقائي.